ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعاليات تدريبية تصب في مصلحة اللاعبين، هو بدني فني. هذا التأكيد على هذه الجزئية تهمني جدا، وأحاول محاولة جادة أن أضع مجموعة من الفعاليات اللي إن شاء الله يعني تخلق من خلالها قناعة بأن فترة بعد الإحماء يجب أن تكون بالكرات. الآن عندي يعني شغلة بسيطة، شوف الجروب الأعلى نزل جروب أسفل، تستمر الفعالية، راح يصعد الجروب الأسفل ينزل الجروب الأعلى، يصعد الجروب الأسفل ينزل، وهكذا المجاميع شوف تغير مراكزها. شوف الحين الأكبر تحت راح كله يصير فوق، والأصفر فوق كله يصير تحت. هاي مسافات مقطوعة بكرة القدم، هذا دحرجة، مناولة، لادر. بدلا تعمل اللادر على جوانب الساحة، اعمل هذه الفعاليات التدريبية وطور لاعبيك. احنا نحتاج ان نعمل حتى فعالياتنا التدريبية هذه على اللادر، نضع اللادر نستغله في مثل هذه التمارين. وهذه مسافات انت تحددها، انا دائما اقول لك اني انت حددها، حدد هاي المسافات يكون احسن. رجعوا الاخضر فوق الاصفر جوه، يستمر التمرين. اني وضعت الفريم الاول، المحطه الاولى، يعني ما وضعت لها، يعني وضعت من الاصفر فوق والاخضر جوه، من يبدلون ما وضعت لان يصير تو ماتش يعني اوفر. فهذه التمارين يا اخي حاول ان يعني تستغلها، وحاول ان يعني تستنسخ مثلها بعض الفعاليات التدريبية اللي إن شاء الله تكون مفيدة. ما نضع كثير من الكلام أريد أربع مرات، يعني هسه هذه من تصير مرة صعدوا الأخضر فوق كلهم الأصفر جوا، يستمر التمرين الآن ما ينقطع، وهكذا يستمر التمرين. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، كما أني دائما وأبدا أقول صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين، شفيعنا إن شاء الله بيوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للمتابعة طبعا.